بين القضيه قضيه قضيه حرام عليك خطر فيك وناري ما تتفيا كل بين القضيه ضربه قضيه كنطلع في لاسين هنا في سورتو سين على برا في المغرب فرانشمون احساس زوين بزاف وفخور حيت كان الحلم ديالي فاش كنت صغير في المغرب اني نطلع سين كبيره في المغرب والحلم تحقق ان شاء الله وان شاء الله باقي جايين حوايج زوينين ان شاء الله فوالا. شنو سبب النجاح الاغاني ديالك؟ السبب النجاح الاغاني ديالي هو انني ما كنكذبش كنغني بالقلب داكشي كيجي من القلب والجمهور ديالي شفت ملي كيحسوا بداكشي اللي كنحاول نوصل لهم و الحمد لله وربي تا هو معنا. شنو هو؟ رسالة للجمهور العسكري العسكري ديالنا فرانشمون أول مرة غادي نغني في الرباط من غير لي شوكيز داكشي فرانشمون أول مرة نغني في الرباط بيبليك الرباط بيبليك زوين وكاينين كاينين فرانشمون سيتي سوبر بيان كان داكشي زوين وتبارك الله عليهم. فرانشمون الإنجاز اللي داروا إنجاز زوين وباقي غدا ان شاء الله على لبؤات الاطلس ديالنا غدا ان شاء الله نفيقوا نتفرجوا في الماتش واخا الماتش بكري شويه نتفرجوا فيه وان شاء الله ان شاء الله يمشوا للفينال ويدوا هاد لاكوب دي موند هادشي اللي كيتمنى اي مغربي فوالا فرانشمون كوراج وفرحونا. الجديد ديالك مع كوزان كوزان واحد الارتيست اللي كيعجبني بزاف من شحال هادي صاحبي في الحياه اون دور دو لا ميوزيك عشيري تلاقينا درنا اغنيه فرانشمون ماشي كاع الاولى باقي نحن اغنيه اخرى جايه مع كوزان ان شاء الله.